ناخذ مثال آخر اللي هو حل المسألة 207 في موضوع الأكسيال باي أكسيال تراي أكسيال ديفورميشن. السؤال يقول أنه سلك مصنوع من الفولاذ الطول 30 قدم، هنا بالوحدات الإنجليزية، هانجينج فيرتيكالي، معلق بشكل عمودي، ويسند لود مقداره 500 باوند فورس، هاي القوة البي، neglecting، اهمل، هنا هو ما يريد من عندك تحسب اللوز، neglecting the weight of the wire، determine the required diameter، احسب ايش قد المفروض يكون القطر لهذا السلك تحت يا شرط، منطيك شرطين، يقول لك بحيث لا الستريس التنسال ستريس بهذا السلك يزداد عن 20 كيلو باوند بير سكوير انش. طبعا هذه مثل الكيلو باسكال، لان الكي اس اي، الكي هي الف، معناها الف باوند فورس لكل انج مربع، وكأنما كيلو باوند يعني اذا تناظرها بالوحدات البقية. فيريد انه تحسب ايش قد المفروض يكون القطر لهذا السلك بحيث الستريس ما يتجاوز 20، قلنا احنا نوت دي اوكسيد، او كلمة ثانية يقول لك از ليميتد تو. والشرط الثاني انه الاستطالة ما تتجاوز ال 0.2 انج. فعندك شرطين عادة بهيج نسائل، انه نحل نحسب القطر اللي يحقق الشرط الأول ونحسب القطر اللي يحقق الشرط الثاني ونختار بيناتهم. خلينا نشوف الشرط الأول، هو ايش قال لنا؟ انه الستريس محدد عندنا 20 كي اس اي، فاحنا نعرف انه الستريس يساوي لنا بي اوفر اي، لانه تنسال فورس بي اوفر اي القوة على المساحة، فنعوض بدال السيجما 20 في 10 اس 3 ويساوي لنا القوة 500، ومساحة المقطع باي على 4 دي تربيع اللي هو نريد نعرف الديش قد، فمننا نحسبها تطلع عندنا 0.1784. هذا الديش يعني هذا انه لو صممنا السلك بهذا القطر فالستريس راح يصير بيه 20 في 10 اس 3. زين نسأل السؤال التالي، اذا زغرنا القطر ايش راح يصير؟ ترجع للسؤال تقول هو صاير بالمقام، اذا نزغر القيمة الستريس راح يصعد لان علاقة عكسية، اذا أصغر قطر نقدر ناخذه هو هذا، زين ما نقدر ناخذ أقل، ليش؟ لأن راح يصير فشل، لأن الستريس راح يصعد. زين يجي واحد يسأل لك إذا أخذنا قطر أكبر، إذا تأخذ قطر أكبر من هذا القطر إيش راح يصير عندنا؟ يزداد المقام فتقل النسبة، وهو المطلوب، إحنا نريد الستريس يقل، إذا أكو مجال نقدر نقلل الستريس نقللها. فراح نشوف الشرط الثاني ينطينا قطر أصغر من هذا لو أكبر، فنحل على الالاوبل ديفورميشن، الدلتا بي في الال اوفر اي في الاي، الدلتا محدده بالسؤال هي 0.2، البي 500، الال 30 قدم فوت، ليش ضربناها في 12؟ هذا ال 12 حتى نحولها الى انج، على باي على 4 دي تربيع هي الاي المساحه هذه، والاي هي 29 في 10 6 باسكال بير سكوير انش. تنتبه على هاي التحويله مال 12 لانه هذه بالقدم. فحسب هذا السؤال القطر هو 0.1988، فاحنا ايش قلنا بالشرط الاول؟ قلنا اذا كان قطر اصغر ما ناخذ، لكن اذا قطر اكبر ناخذ، فلذلك راح ناخذ هذا القطر لانه راح يحقق لنا الشرط الثاني وايضا الشرط الاول، فلذلك اختاريناه. ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو 209. هنا شويه السؤال اللي اختلف فيه شنو راح تجينا بيه اكثر من قوه، هذا اخذنا مثله في حساب الستريسز بالاجهادات. ان الومنيوم بار هافينج اكروس سكشنال اريا، مساحه المقطع هي نص انج مربع، مسلطه عليها قوه محوريه بالمواقع المبينة، يعني عندنا بالطرف الأيسر 6000، بعد مسافة 3 قدم تجينا قوة مقدارها 7000، بعد مسافة 8 قدم من البداية تجينا قوة معاكسة 5000، يعني القوة يبدأ تأثيرها عند هاي المناطق المبينة، وبالنهاية أكو قوة مقدارها 4000 اللي هو قوة طرفية اللي موجودة في اليمين. The axial loads applied at the position shown in the figure
compute the total change in length، احسب التغير بالطول او التغير النهائي بالطول اذا كان الاي هو 10 في 10 اس 6 في اس اي، يعني pound per square inch. Assume the bar is suitably braced to prevent lateral buckling. هاي العبارة الأخيرة يقول لك افرض انه هذا البار هذا الشكل هو مرتبينه بحيث ما يصير به انحناء، يعني ما يتحول الى هذا الشكل على سبيل المثال buckling، انبعاج يصير به، يبقى مستقيم، يعني التشوه يصير فقط على المحور مالته، ما يصير به تشوهات بالاجزاء الثانية. زين، بهيج مسائل شلون نحسب؟ احنا عندنا كم مقطع؟ عندنا ثلاث مناطق، هاي منطقة رقم واحد، منطقة رقم اثنين، ومنطقة رقم ثلاثة. هيج مسار راح نحسب لكل منطقة واحد، فالتغير بالطول راح يساوي انه هو مجموع التغيرات لكل منطقة. زين، هاي المقاطع الثلاثة من البار شنو اللي مشابه بيها؟ المشابه بيها انه نفس المساحة المقطع، يعني هو قال لنا 0.5 انش، فنطلعها خارج قوس، وكلها مصنوعة من نفس المادة، فالإي راح يكون ثابت. إذن هاي المقاطع الثلاثة بالشكل شنو اللي يتغير بيها؟ القوة تتغير بيها فبقيناها بالقوس، وطولها يتغير، هنا ثلاثة مقطع ثلاثة قدم، وهنا خمسة قدم، وهنا أربعة قدم. طبعا حتى لو كانت ثلاثة 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 تبقى بالداخل، أو هي أول تالي تطلع عامل مشترك، يعني عامل مشترك، وتطلع لو كانت نفس الطول أيضا راح تطلع خارج القوس. زين، هسه شلون نحسب لي كل مقطع؟ الطريقة انه نسوي سكشن، يعني على سبيل المثال نقطع بالجزء الاول، فشنو المتبقي لليسار؟ قوة 6000 والطول ايش قد؟ 3000. طبعا بس السهم اللي بها سهم نحسبها، فاذا صارت 6000 في 3 اول مقطع، لان قلنا هو مجموع القوة في الطول، فالقوة 6000 والطول 3. هاي ال 12 طلعناها ليش؟ يعني هو كل طول بالقدم نضربه في 12 حتى يتحول الى انش. اذا المقطع الاول هو تنشن، فلذلك خلينا موجب قوه في الطول مالتها 3000، ف 6000 في 3. نجي خلينا نحول السكشن للمقطع الثاني، يعني من البدايه المقطع الثاني ايش راح يصير عندنا؟ بهذا السكشن ايش قد محصله القوه على اليسار؟ 6000 تنشن و7000 كومبريشن، الفرق هو ناقص ألف، لأن كومبريشن الفرق بيناتن ألف وسالب لأنه كومبريشن، فصارت عفوا هذه ألف وليس هذه ألف الصير جيد، فناقصا ألف في خمسة قدم، يعني محصلة هذه القوة هي راح تأثر على البار اللي طوله خمسة، فناقصا ألف في خمسة. زين، زائدا خلنا نحول السكشن للأخير، فستة آلاف لليسار وسبعة آلاف لليمين، الفرق بيناتهم ناقص ألف، وإجتنا موجب خمسة آلاف، فالمحصلة مالتهم تبقى أربعة آلاف، وين تأثر؟ تأثر على السكشن الأخير، فصارت زائدا أربعة آلاف في أربعة، راح يطلع عندنا الدلتا الأخير اللي هو 0.0696 lengthening استطالة، لأنه بالموجب، لو طالعنا بالسالب معناها الطول الكلي راح يقل، هنا بما أنه موجب يعني الطول الكلي راح يزداد بهذا المقدار. نكمل وياكم بالجزء الآخر لبقية الأمثلة.